زي القرش البراني كده من المرمية رجع لي تاني. معلش يا ست هايدي، كوريا دايما تهزر معاكي، بتحبك. معلش هي معذورة، أنا برضو تعبتها معايا قوي وهي ملهاش ذنب. لا ما بحبهاش، غيرش بس أنا اللي حاسة إنها عاملة زي العيلة الصغيرة ومسؤولة مني. وبعدين العملية عارفة؟ أيوة سوك، أنا مش قلت لك أوقات حصلني؟ بقول لك إيه؟ مزنوق في الكباريه، الزباين على ودني، طمنيني أنتِ، عملتوا في المشكلة اللي عندكم؟ ولا حاجة، على حطة إيد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه، انا عندي فكره جهنميه، والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه، ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال؟ قلت ايه؟ ايه بنسيون؟ لا بنسيون لا، الحكومه هناك رجليها داخله طالعه عشان يطمنوا على السكان، وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح، خال بيقول لك ما ينفعش. وبعدين تعالى هنا، ادام البنسيون ده كانت قاعده فيه اللي اسمها نوال، يبقى اكيد مشموم. اللي هي تولع في قلب بدله الرقص مطرح ما هي قاعده. قادر يا كريم؟ طب انا بقى تلاقيت النجمه الصح. فين؟ اقول لك بقى فين. ايه رايك اما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في شقه جديده اللي عزوز جابها لها؟ بقول لك ايه، حته الدين شقه مش عايز اقول لك، انا مش عارف عند الاوض بتاعتها. اه قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نواه، ده انا خنوقها كده من ايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا لاقيهاش تقعد مع نواه. طب ثلاثه بالله العظيم، الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط، المكان ده صح، ما الناس صالح احنا بكلافاتك مع نوال. انت عندك حق. هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، يا سوكا، هي نوال دي ساكنه فين؟ ازيك ست الكل؟ في شارع الهرم. طب انت متاكد منها؟ 100% 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياه ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحوض. لا نوال دي كريمه قوي قوي. يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جولي، بشوقي بس كده بقى. جوري يا بحر. طيب حفين اوعى اخي. مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نوال. يوه يقطعني، اصلي واخده على قديمه. معلش مفيش مشكله، بس الشهاده لله انتي برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمتها ايه؟ نعيبه في كوريا، هي مش موجودة معانا. انا الله، جرى ايه عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قوليلي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك. وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي. وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايتش. يا صباح العكاوي. يا صباح الكبده الكداكي. هات ياد كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. وصاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. انت الحدايه بتحدف كتاكيت. بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حبك ماشي، ايه المصلحة؟ عقارات، الجو بتاعك. ايه العبارة يا كبتاكي؟ العبارة في العمارة. اسمع، أنا أعرف واحد اسمه الحاج عرفة، بيبني عمارة 11 دور على ثلاث نواصي وواجهة. ثلاث نواصي؟ ربنا يزيده. أنا هنطقك يا سلومة، وربنا اللي نطقك. أنا هدخلك معايا، وهو معانا ناس تقيلة برضه. شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده ثلاثة في ظرف كام شهر. أيوة بس أنا الجنيه اللي معايا على قده. دول ناس غيلين. لا ما تقلقش، انا ليا دلاله عليه قوي، بس انا هينوبني من المصلحه دي خمس بواكي. امين. هما باكوا واحد، والسلام عليكم ورحمه الله. بطل نتانا سلومه. اوه اخرك معايا ثلاث بواكي. هما خمسه، ياما المصلحه هترسى على حد تاني. قلت ايه؟ خلاص خمسه خمسه،
ماشي يا كبدك. يا ساتر، ده انت الجنيه اللي يطلع منك اخواته يدعوا له. مالك يا اختي مالك بس؟ فيك ايه؟ شايفة يا خالتي؟ شايفة البيت فاضي عليا ازاي انا وانتي؟ بقينا قاعدين زي قرد قطع لوحدينا. امي راح وكبدكي راح، وخلي مالي في حاله ده، حتى جولي جولي بعتنا واشترت عدوتنا خلاص، مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص، اسمعي انا بحبك، انا مش هسيبك ابدا. تعالي بقى تعالي اقعدي على رجلي. اسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما تخافيش انا معاكي، مش هسيبك ابدا. يلا تحكي بقى تحكي بقى يا اختي بقى. يلا، وده ايه ده؟ ده مفتاح البيت. وده مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يو النملية ملهاش مفتاح. طب الله مين؟ طيب خلاص، في ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ نجري قدامي. لا نجري فين؟ هاتوها هاتوها. ايه انا ما عملتش حاجة يا بيه؟ انا ما عملتش حاجة عشان اللي. طب انا عملت ايه طيب؟ طب انا بقول لك ما ينفعش خالتي تقعد لوحدها يعني. يا صو كلمي كلمي، خلي شوفها ما تسيبش تقعد لوحدها. يلا ما تتعبيش نفسك هنا، ولا انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا، هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي عزوز. صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا، أمورني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هما فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكلي. الله، خدوهم بالصوت، ما انا اجيب الشقه وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي الكلام ده ما يقولش عيش معايا يا ناني. اوعى من وشي، خلينا نشوف من جوه. يلا اوعى، تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعى من وشي، خلينا نشوف من اللي جوه. هنا واقف. الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلوه. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل الطير يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي، اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ ليه ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله، يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه اللي بقى، قصدي لينا بيتي. يلا طب اسمع، تهدي يا ناني. الله، قلت لك اهدي مش يلا. كده مع السلامه. جات كل هم صنف منيل الا ما فيكوا واحد.